بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الأفاضل، يطيب لي اليوم أن أحدثكم عن عنصر من أهم العناصر التي تساهم في حياة المصطلح وتداوله واستعماله وانتشاره بين المتخصصين في المجال المعرفي المعني به، وأقصد التعريف. فحديثنا اليوم هو التعريف المصطلحي وأنواعه ووظائفه. أولا، التعريف المصطلحي وخصائصه. التعريف المصطلحي هو توسيط بين المفهوم وبين اللفظ الاصطلاحي، أي التسمية. فوظيفة التعريف أن يقوم بدور الوسيط بين المفهوم وبين اللفظ الاصطلاحي الدال على هذا المفهوم. فإذا كان المفهوم يحيل على موضوع من الموضوعات حسيا كان أو مجردا، فإن التعريف وظيفته ودوره أن يكون وسيطا بين المفهوم وبين العبارة الاصطلاحية أو اللفظ الاصطلاحي الدال عليه في مجال معرفي محدد. فالتعريف إذن هو تحديد للمفهوم في مجال، وهذا التحديد للمفهوم في مجال يعني تقديم السمات الدلالية التي يتشكل منها المفهوم في الذهن عن موضوع من الموضوعات، وتقديم السمات الدلالية التي تشكل المفهوم الواقع في الذهن. وعلى هذا نلاحظ أن المصطلح ليست له علاقة بالموضوع، أي بالشيء الذي يحيل عليه، وإنما له علاقة بالمفهوم، والمفهوم هو الذي يتأسس على الموضوع الواقع في العالم الخارجي. فإذا تحدثنا مثلا عن الفاعل، فالفاعل مفهوم الفاعل هو ما يتكون من السمات الدلالية التي تكون هذا المفهوم الذي يقع في مجال معين، هو النحو الذي يحيل على فكرة واقعة أيضا في الذهن مرتبطة بالعامل. وتعريف الفاعل يجب أن يحدد السمات الدلالية الواقعة في المفهوم والتي تقرب إلى المصطلح، لأن دوره هو دور الوسيط بين المفهوم وبين العبارة الاصطلاحية. وأهميته تكمن في أنه إذا وفقت صياغة التعريف سمحت للمصطلح بالانتشار والديوع وأداء وظيفته، وإذا لم توفق صياغة التعريف كان ذلك سبباً في عدم انتشاره وفي ارتباكه وارتباك وإرباك العلم الذي ينتمي إليه.
وسأقدم هنا مثالا بسيطا لبيان أهمية التعريف في العمل المصطلحي. لنأخذ مثال الفاعل الذي تحدثنا عنه في النحو. تقول بعض التعاريف الشائعة الانتشار في الكتب المدرسية والتعليمية: الفاعل هو الذي يقوم بفعل الفعل. الفاعل هو الذي يقوم بفعل الفعل. هذا التعريف حينما يحفظه تلامذتنا وطلبتنا ويرتبط تعريفه بدلالة ويرتبط هذا التعريف بالمصطلح بمصطلح الفاعل في النحو، نجد المشاكل الآتية في قولنا: مات زيد. زيد نحويا فاعل، لكن زيد هنا ليس فاعلا لأنه لم يقع عليه فعل الفاعل. فزيد هنا مفعول به لأن الموت وقعت عليه، فزيد هنا مفعول به وليس فاعلا. إذن فهناك تناقض بين التعريف وبين المفهوم، تناقض بين التعريف وبين المفهوم. لنأخذ مثالا آخر: انكسر الكأس. الكأس فاعل، الكأس هنا هو الذي وقع عليه الكسر، فهو مفعول به وليس فاعلا بحسب التعريف الذي أسند للفاعل. ولذلك يوجد أيضا هنا تناقض بين المفهوم وبين التعريف. لنأخذ مثالا آخر: إذا قلنا انتحر زيد. زيد هنا فاعل ومفعول به لأنه نحر نفسه، فهو فاعل ومفعول به في الوقت ذاته، ولكنه يعرب أنه فاعل. وهنا أيضا تناقض بين التعريف وبين المفهوم. ومن هنا تنشأ مشاكل كثيرة جدا فيما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات الدالة عليها، لأن التعريف إما أن يحيي المصطلح ويؤدي وظيفته الحقيقية التي هي التواصل العلمي بين المختصين، وإما أن إذا لم توفق صياغة التعريف يربك العلم ككل الذي ينتمي إليه ولا يساهم في نشر المعرفة. ولذلك فالتعريف أهميته بالغة جدا. وقد أجريت في أبحاث سابقة عدة نظرات فاصحة، أو قمت بعدة نظرات فاحصة في التعاريف التي قدمها النحاة للمصطلحات، فوجدت يعني مصطلحات كثيرة يجب إعادة النظر في التعريفات المقدمة لها حتى تنسجم التعريفات مع هذه المصطلحات. وأقدم مثالا آخر في المبتدأ مثلا: فهم المبتدأ هو اللفظ الذي يبتدأ به بحسب بعض التعريفات في الجملة الإسمية، هو اللفظ الذي يبتدأ به في الجملة الإسمية. لكن حينما نتحدث عن التقديم والتأخير فيكون الخبر في الأول والمبتدأ في الثاني، فيصبح هذا التعريف غير منسجم مع المفهوم،
فالمبتدأ ظل مبتدأ ولكنه لم يرتبط بالموقع الأول لأنه أمكن تأخيره، ولذلك التعريف هنا سقط، لم يصبح له دور. وحينما نتحدث عن أن الخبر المصطلح الخبر هو ما تتم به الفائدة، وناتي في بعض القواعد ونقول وجوب حذف الخبر أو مواقع حذف الخبر وجوبا، فإذا كان التعريف يقول إن الخبر ما هو الذي به تتم الفائدة فكيف نقول مواقع وجوب حذف الخبر أي حذف الفائدة؟ وإذا حذفت الفائدة لا يستقيم الكلام. هنا لا نتحدث عن مدى صحة القاعدة حتى نكون على بينة، إنما نتحدث عن دقة التعريف الذي يجب أن يكون منسجما مع المفهوم الذي يدل عليه المصطلح. أما القواعد فلا نتحدث عن هل هي صحيحة أم ليس صحيحة، هذا ليس موضوعنا، وإنما نتحدث هنا عن الصياغة التي يجب أن تكون دقيقة للتعريف حتى ينسجم مع المفهوم الذي يدل عليه المصطلح. وهذا ما نشير إلى أن الحاجة قائمة من الناحية العلمية لتدقيق في التعريفات التي تصاغ بها المفاهيم والمصطلحات، من الناحية العلمية لماذا؟ لأنه إذا تحدث المتخصص عن مصطلح معين يكون تعريف هذا المصطلح موحدا ودقيقا وواضحا لدى الجميع، وتعليميا يجب أن تكون التعاريف منسجمة مع المفاهيم، لأن أي تناقض بين التعريف وبين ما يدل عليه المفهوم لا يسمح بنجاح العملية التعليمية أبدا. ولذلك يجد كثير من أبنائنا صعوبة في فهم النحو وقواعده، يمكن أن نرجع أحد أسبابها إلى هذا السبب. لننظر في المرحلة الثانية في خصائص التعريف المصطلحي. إذن إذا أردنا أن يؤدي التعريف وظيفته على وجهها الصحيح والكامل علميا وتعليميا، يجب أن نبحث في الخصائص الأساسية التي يجب أن تكون في التعريف. أولا، التعريف يجب أن نفهم أن التعريف يجب أن ينصب على المفهوم لا على اللفظ، وهنا يجب أن نميز بين تعريف الكلمات الذي يكون في المعاجم العامة وتعريف المفاهيم الذي يجب أن يكون في المعاجم الخاصة، لأن تعريف الكلمات في المعاجم العامة ينصب على اللفظ فنقول معنى هذا اللفظ كذا وكذا وكذا، معنى الكتاب كذا وكذا وكذا، معنى الحديقة كذا وكذا وكذا، معنى البستان كذا، فينصب التعريف على اللفظ في سياقه في سياقاته المتعددة. الكتاب في سياق هذا المثال يعني كذا وكذا، وفي السياق الثاني يعني كذا وكذا، وهكذا ذلك. هذا في المعجم العام بالنسبة للكلمات، وقد يكون بالمثال وبالشاهد وبالمضاد وإلى آخره، لكن التعريف المصطلحي يجب أن ينصب على المفهوم لا على اللفظ، لا علاقة له. حينما أقول مثلا مفهوم اللسان في علم اللغة، مفهوم اللسان، فيجب أن ينصب التعريف على اللسان. اللسان هو الملكة التي تمكن المتكلم من الكلام، وهنا لا علاقة لي بتعريف اللسان من حيث كونه لفظا، ولكن من حيث كونه مفهوما دالا على مفهوم. هذه الخصيصة الأولى الأساسية. الثانية، اعتبار المجال المعرفي للسياق في التعريف. فأقول مثلا العلة في النحو
هي كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأن هناك العلة في علم أصول الفقه أو العلة في الفقه هي كذا وكذا وكذا. فمفهوم العلة هنا مرتبط تحديده بالمجال الذي ينتمي إليه، فيوجب ذكر المجال، لأنه إذا لم يذكر المجال أنت لم تقدم شيئا، قدمت تعريفا ملتبسا لا نعرف أين يقع مجاله. الخصيصة الثالثة هي التركيز على السمات الدلالية التي تكون المفهوم. كما قلنا المفهوم، تعريف المفهوم هو مجموعة من السمات الدلالية التي تكون المفهوم في الذهن. كل موضوع من الموضوعات في العالم الخارجي ينطبع في أذهاننا، لكنه لا ينطبع بكل شكله، وإنما ينطبع في أذهاننا في صورة سمات دلالية، أي في صورة خصائص دلالية، وهذه الخصائص الدلالية هي التي تشكل مفهومه، وهي التي يجب أن يركز عليها التعريف. الخصيصة الرابعة هي وثوقية المعلومات، أي أن التعريف الذي يقدم لمصطلح معين يجب أن يتضمن المعلومات الموثقة. لماذا؟ لأن هذه المعلومات التي يقدمها مرتبطة بعلم معين، ويجب أن تكون هذه المعلومات موثقة من الناحية العلمية، ألا نقدم أي شيء في التعريف، أي كلام، وإنما يجب أن يكون موثقا من الناحية العلمية، لأن التعريف هو الشاهد على ما يتضمنه المصطلح من معلومات علمية موثقة، لأن المصطلحات دارجة ومتداولة بين العلماء والباحثين والمتخصصين والخبراء، فيجب أن تكون التعريف موثقا. مثلا في تعريف مصطلح طبي مثلا يجب أن لا نقدم معلومة مغلوطة في التعريف، لأن هذا التعريف هو المعتمد. ربما قد تكون هناك معلومة كانت سائدة في وقت ما، لكن تبين أن هذه المعلومة غير صحيحة فتم استدراكها، فيجب أن يكون التعريف آخذا بالمعلومة الصحيحة الموثقة علميا. وهذه الخصائص الأساسية التي ذكرنا هنا لا توجد في التعريف المعجمي بالنسبة للكلمات، ولا توجد في التعريف الموسوعي بالنسبة للموسوعات، لأن التعريف المصطلحي يجب أن يتميز بكونه تعريفا مصطلحيا، ليس تعريفا معجميا يتعلق باللفظ بمعنى اللفظ وسياقاته، وليس تعريفا موسوعيا يطلب أن يقدم المعلومات، كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا المفهوم، لا، هذه ليست وظيفته، لأن هناك الموسوعات التي لها وظيفتها أيضا، هي التي تستطرد في تقديم ما تراه مهما من معلومات عن مصطلح معين أو عن مفهوم معين أو عن مجال معين، لكن التعريف المصطلحي شأنه شأن آخر. إذن لننظر الآن بعد أن رأينا الخصائص الأساسية في التعريف، لننظر الآن في خصائص لغة التعريف. أولا التعريف هو أبسط عبارة دالة على المفهوم، أبسط عبارة دالة على المفهوم. ومن خصائص هذه لغة التعريف أن تكون لغة بسيطة في متناول المتكلمين العاديين، وأن لا تلجأ إلى التعقيد في الصياغة، لأن وظيفتها هي تقريب المفهوم وليس إبعاد المفهوم أو الإغراق في إبعاد المفهوم، فلا بد من أن تكون الصياغة اللغوية بسيطة.
الأمر الثاني هو خاصية التداول، بمعنى أن لغة التعريف يجب أن تكون لغة متداولة بين الناس حتى يتفاعل الناس أو المتعلمون مع هذه اللغة. ما معنى أن تكون لغة متداولة بين الناس؟ لأننا نعلم، قد بينا ذلك من قبل، أن هناك فرقا بين اللغة العامة واللغة الخاصة. اللغة الخاصة خاصة، اللغة الخاصة متعلقة بفئة معينة من المتخصصين في مجال معين، كما كأن نقول لغة الطب ولغة الفيزياء ولغة الكيمياء ولغة الرياضيات ولغة المنطق إلى آخره، فهذه لغات خاصة بأهلها، ولذلك لا يطلب إليهم أن يتحدثوا بغيرها. لكن في التعريف يجب أن لا تكون هذه اللغة خاصة باللغة عامة. لماذا؟ لأن وظيفة التعريف هو تقريب المفهوم من ذهن المتعلم والعالم معا، المتعلم والعالم معا، وهذا هو المقصود بخاصية التداول. الآن خصائص مضمون التعريف، بعد أن تحدثنا عن لغة التعريف، مضمون التعريف ماذا يجب أن يكون في مضمون التعريف؟ أولا، يجب أن لا يتضمن التعريف تكرارا للمصطلح. مثلا أن أقول الفاعل هو الفاعل الذي كذا وكذا وكذا، الفاعل هو الفاعل الذي، هذا خطأ في التعريف. أو المبتدأ هو المبتدأ الذي، هذا خطأ في التعريف. الخاصية الثانية أو الخصيصة الثانية هي عدم التعريف بالمشتقات. كان أقول المبتدأ هو الذي يبتدأ به الكلام، أي عرفت الاسم بالفعل، المبتدأ هو الذي يبتدأ به الكلام، وهذا من عيوب التعريف. يجب أن لا يتضمن التعريف إحدى مشتقات المعرف. ثالثا، عدم التعريف بالمرادف، لأن هذا المرادف الذي تأتي به للتعريف ليس شرطا أن يكون المتكلم على دراية به، وهو مختزل، والتعريف يجب أن يكون عبارة مفصلة بسيطة ومفصلة تفصل سمات المفهوم. رابعا، عدم التعريف بمعقد أو محتمل جهله. كان أقول مثلا السيدة نقطتان هو المرض المشهور، يعني هذا يعني هو المرض المشهور، هذا ليس تعريفا. أو التعريف بالمعقد وهو أن تعرف شيئا بأعقد منه. إذن هذه مضمون التعريف يجب دائما أن يراعي البساطة في الصياغة والوضوح في المضمون حتى يؤدي دوره. الآن نمر إلى أنواع التعريف المصطلحي. التعريف المصطلحي ليس نوعا واحدا، ومن أراد أن يفصل في هذا الموضوع في الواقع أنه يجب أن يقرأ كثيرا من التفصيلات والتقسيمات، التعريف عند المناطق والتعريف عند الفلاسفة والتعريف، يعني هناك يعني لا حد للحديث في هذا الموضوع، ولكن أنا فضلت أن أقتصر على ذكر ثلاثة أشكال من التعريف أو أنواع من التعريف رأيتها مهمة بالنسبة لموضوعنا. التعريف بالوظيفة، وهي أن يركز في ذكر تعريف المصطلح على وظيفة المفهوم. كأن نقول مثلا في التعريف السابق الفاعل أو العامل في نظرية العامل الإعرابية، العامل هو الذي يوقع حركة إعرابية في المعمول، العامل هو الذي يوقع حركة إعرابية في المعمول.
فهنا عرفنا العامل بوظيفة يؤديها في المجال في مجال العاملية في المجال الذي يعمل فيه. فكل تعريف ركز على الوظيفة التي يقوم بها المفهوم يسمى التعريف بالوظيفة. هناك التعريف بالخصائص، أي بخصائص المفهوم أو الموضوع الذي نعرفه. مثلا نركز على حجم الشيء، على حجمه وشكله وطوله وقصره ولونه وطعمه، فهذه كلها خصائص يتشكل منها المفهوم الدال على الموضوع. ولذلك كل تعريف يذكر هذه الخصائص ضمن التعريف يكون تعريفا بالخصائص. وهناك التعريف بالمكونات، أي بالعناصر التي يتكون منها الشيء أو الموضوع الدال عليه المفهوم. فكل تعريف يذكر هذه العناصر التي تكون الموضوع الدال عليه المفهوم يسمى تعريف بالمكونات. لكن التعريف الأمثل في علم المصطلح هو التعريف الذي إذا حذفت المصطلح وذكرته حل محله، وإذا حذفت المصطلح وذكرته حل محله. مثلا إذا قلنا من قبل العامل هو الذي يوقع حركة إعرابية في معموله، حذفنا العامل في سياق معين وكنا نتحدث عن العامل، وقلنا الذي يحدث حركة إعرابية في معموله، ثم استمر الكلام. فهذه العبارة التعريفية حلت محل المصطلح دون أن يختل الفهم. الفهم ضل كما هو، وحذفنا المصطلح وأحللنا محله العبارة التعريفية. فكل عبارة تعريفية حلت محل المصطلح دون إحداث خلل في الفهم تعد عبارة أو يعد تعريفية مكتملة أو صالحة وكافية. إذن التعريف الأمثل هو الذي إذا حذفنا المصطلح، ويسمى هنا المعادلة الدلالية، أي يساوي من ناحية الدلالية ما يدل عليه المصطلح، نحذف المصطلح ونبقي على التعريف وندمجه في السياق أو في النص الذي ورد فيه المصطلح فلا يحدث شيء يخل بالمعنى. ولذلك هذا هو أمثل التعريف. هذا اسمحوا لي أن أقول هذا الذي حدثتكم عنه الآن من الناحية النظرية مقبول وجيد، لكن دلت التجربة التي خاضها كثير من الذين عانوا العمل في المعاجم سواء العامة أو الخاصة أن قضية التعريف لا تحل بهذه الطريقة. أي مهما قلنا الآن ومهما استعرضنا من أنواع ومن شروط إلى آخره، لكن الممارسة تبين أنه يصعب جدا أن يتم التقيد بما ذكرنا من شروط وخصائص وكذا. من الناحية النظرية هذا هو المبتغى، لكن من الناحية العملية لا يعني يصعب جدا تطبيق ذلك. وقد مارست ذلك في عدة معاجم متخصصة، وتبين الصعوبة الكبيرة في التقيد بتعريف واحد بنوع واحد من التعريفات، إما التعريف بالوظيفة أو التعريف بالخصائص أو التعريف بالمكونات. لأننا نقول من الناحية النظرية، نقول من شروط العمل المعجمي الجيد أن يكون التعريف من نوع واحد، ألا يتضمن أنواعا من التعريف، مرة تعريفا بالوظيفة ومرة تعريفا بالمكونات ومرة. لكن من الناحية النظرية هذا جيد، من الناحية العملية يصعب جدا، بل يستحيل ربما أن تجد معجما يلتزم بنوع واحد من
التعريف. الآن ننظر في الوظائف التي أسندت إلى التعريف التي يجب أن يقوم التعريف بها. الوظيفة الأولى هي وصف المفهوم في مستوى معين من التجريد. حينما نقول في مستوى معين من التجريد أي نقدم العناصر الدلالية التي يتكون منها المفهوم بحيث يصلح استعماله في مختلف السياقات داخل مجاله دون أن يحدث ذلك لبسا أو التباسا. فالوظيفة الأولى هي وظيفة الوصف للمفهوم. الوظيفة الثانية هي وظيفة تمييز هذا المفهوم عن المفاهيم المجاورة له. حينما نقول مثلا المبتدأ هو كذا وكذا وكذا، نحن حينما نقدم هذا التعريف نصف المبتدأ أولا، ولكن في الوقت ذاته نميزه عن الخبر الذي يلابسه في الجملة، وهكذا نقدم للمبتدأ تعريفا يصفه، وفي الوقت ذاته نروم تمييز هذا المبتدأ عما يلابسه من الأسماء الأخرى كالخبر مثلا. ثالثا إنشاء علاقات بين المفهوم المخصوص والمفاهيم الأخرى للنسق، لأنه كما سبق أن قلنا إن المصطلح لا يقع معزولا عن غيره من المصطلحات التي تدخل في مجاله. وهذا يعني أن تعريف المفهوم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المفاهيم المجاورة له. ونعود للمبتدأ، حينما نعرف المبتدأ يجب أن نستحضر دائما أن مفهوم الخبر، وهذا الاستحضار هو الذي يجنبنا الوقوع في عدة مزالق. حينما نقول قائم زيد، قائم فاعل سد ما سد الخبر، فاعل سد ما سد الخبر، نعود هنا للتعريف الذي قدم للفاعل فلا نجده هنا، ونعود للتعريف الذي قدم للخبر فلا نجده هنا، فتكون هذه العبارة الفاعل الذي سد ما سد الخبر لا معنى لها إذا رجعنا بها إلى تعريف مكوناتها الذي هو تعريف الفاعل وتعريف الخبر وتعريف سد ما سد. إذن لا بد أثناء تعريف المبتدأ أن نستحضر الخبر، وأثناء تعريف الخبر أن نستحضر المبتدأ، حتى لا نقع في لبس بعضهما ببعض. وكذلك الشأن في مفهوم الفاعل مع المفعول، حينما نستحضر الفاعل يجب أن نستحضر المفعول، وحينما نستحضر الفعل اللازم يجب أن نستحضر الفعل المتعدي، وحينما نستحضر الفعل المتعدي يجب أن نستحضر الفعل المتعدي بحرف، وهكذا. لأن المنظومة المفهومية هي التي تسمح لنا بتمييز هذا في خصيصة دقيقة عن ذاك، وتمييز الثاني عن الثالث، لأن الكل يقع في مستوى واحد. هذا نوع من التمييز. هناك نوع آخر من التمييز، وهو التمييز في المستوى. حينما نقول الالتباس في اللغة هو أن يحتمل للعبارة الواحدة أكثر من وجه، وكلاهما جائز. هذا الالتباس ليس التباس واحد، أي لا يقع في مستوى واحد، هناك التباس سببه التركيب، فيجب أن نقول الالتباس التركيبي.
وهناك التباس سببه الدلالة، فيجب أن نقول الالتباس الدلالي أو الدلالي. وهناك الالتباس يقع في مستوى التداول، فيجب أن نقول المستوى التداولي، أو عفوا الالتباس التداولي. وهناك التباس مقصود وليس ناتجا عن تركيب أو دلالة أو تداول، هو التباس يقصده المتكلم قصدا، فيجب أن نقول الالتباس المقصود. وهكذا هذا التمييز إما تمييز يوجب ذكر المميز في المصطلح كما ذكرنا هنا في الالتباس، وإما لا يوجبه ولكن يوجب ذكره في التعريف، فيجب أن يذكر في التعريف. لماذا هذا كله؟ لأن كما قلنا المصطلحات مفاتيح العلوم، وكل خلل مس هذه المصطلحات يمس العلم ككل. إذا فتح الباب فتحا جيدا وسلكت المسلك الجيد وصلت إلى الهدف، لكن إذا كانت هناك تعثرات في فتح الباب وفي الطريق لابد أن يكون هناك تعثر في فهم العلم. والمصطلحات هي باب العلم وهي المفتاح لفهمه، وكل خلل في فهمها بواسطة التعريف أو في صياغتها الصياغة اللائقة المناسبة الدالة على المفهوم يؤدي إلى عدم الوصول إلى المراد، والمراد هو فهم العلم وإنتاج العلم ليس الفهم. الفهم بالنسبة للمتعلم والإنتاج بالنسبة للعالم. ولذلك من تعذر عليه إن فهم المصطلحات حتما تعذر عليه الاستيعاب بلها الإنتاج. وهنا لابد أن أشير إلى أمر أراه مهما ويتعلق بأهمية المفهوم في علاقته بالتعريف والمصطلح. أحيانا يكون المفهوم في الذهن لكن لا نجد المصطلح المناسب للتعبير عنه. يكون المفهوم حاضرا في الذهن لكن تعبير عنه بمصطلح غير موجود، وهذا حادث في المقارنة باللغات. في بعض اللغات هناك مفهوم يقابله مصطلح، وفي لغات أخرى المفهوم موجود والمصطلح غير موجود. قدموا مثالا، دوسوسيور اللساني المشهور ميز في كتابه المعروف محاضرات في علم اللغة العام وفي اللسانيات العامة، ميز بين ثلاثة مفاهيم: مفهوم اللغة، ومفهوم اللسان، ومفهوم الكلام لونغ لونغاج بارول بالفرنسية. لونغ اللسان، لونغاج اللغة، بارول الكلام. إذا انتقلنا إلى الإنجليزية لا نجد هذا التمييز الثلاثي، في العربية موجود ولذلك ذكرته اللغة واللسان والكلام، في الإنجليزية غير موجود. موجود language و speech، speech هو الكلام و language هو اللغة، اللسان غير موجود. فالمفهوم موجود والاصطلاح الدال عليه غير موجود، وهذه الحجة اتخذت دليلا على التمييز بين المفاهيم والمصطلحات، أي أن المفاهيم تقع في مستوى من الذهن وتقع المصطلحات في مستوى آخر. ولذلك فالذين يدافعون عن استقلال المفاهيم عن المصطلحات محقون بهذا الدليل، وغير محقين من جهة أخرى إذا قلنا لا وجود لمفهوم إلا بلباسه الاصطلاحي، أي لا وجود له لسانيا إلا بالتعبير عنه. قد يكون المفهوم حاضرا في الذهن ولكنه بالنسبة للوجود اللساني غير موجود إلا أن يعبر عنه باللفظ الاصطلاحي. فالمفهوم مستقل من جهة ولكنه ملتبس بالمصطلح
من جهة أخرى. والذي يربط المفهوم بالمصطلح هو التعريف، الذي يربط المفهوم بالمصطلح هو التعريف. ولذلك قلنا في أول الكلام التعريف توسيط بين المفهوم وبين التعريف. إذن هذه دقائق أرجو أن أحدثكم فيها فيما يتعلق بالتعريف، وأنتقل الآن استجابة لمطلب بعض الإخوة أمس للحديث عن علم المصطلح وعلاقة الدراسات المصطلحية به باختصار شديد. علم المصطلح هو ما يقابل science de la terminologie, science des termes, science des termes. علم المصطلحات أو علم المصطلح. وأول ظهور لهذا العلم في الثقافة الغربية، وأنا دائما أحترز بهذه العبارة لأنه مع الأسف ما زلنا لم نرك بعد بحثا أو بحوثا تحدثنا عن النظريات أو الأفكار والتصورات المصطلحية في تراثنا اللغوي العربي القديم. ولذلك دائما أحترز بهذه العبارة، أول ظهور لعلم المصطلح في الثقافة الغربية، يرجع إلى النمساوي، المهندس النمساوي أوجين فوستر. هذا مهندس كان يعاني أثناء ممارسته للهندسة من مشكل التواصل مع بقية المتخصصين في الهندسة من أمثاله في لغته وفي اللغات الأخرى التي يتعامل بها، فكانت الحاجة ماسة إلى ضرورة توحيد مصطلحات الهندسة، وبدأ البحث من هنا، وهو الذي اقترح أن تقام نظرية عامة للمصطلح هي التي تطورت فيما بعد وسميت علم المصطلح. علم المصطلح إذن يقوم، ظهر في حوالي 1930 واستمر في التطور إلى اليوم، ونميز داخله بين اتجاهين، بين نظرية المصطلح أي النظرية المصطلحية، وكل عمل نظري يبحث في المبادئ والقواعد التي يعمل على أساسها المصطلح، والصناعة المصطلحية وهي التي تقوم بتطبيق المبادئ النظرية على صناعة المعاجم، سواء كانت هذه المعاجم عامة أو خاصة. خاصة وهنا يتعلق الأمر بالمعاجم الخاصة، لأننا نتحدث عن الصناعة المصطلحية التي تعنى بالمصطلحات. هذه الصناعة تطورت تطورا كبيرا بظهور المعلوميات أو علم الحاسوب، فالآن لدينا مكانز مصطلحية وأبناك مصطلحية وبرامج مصطلحية، والآن هنا أحدث ما يوجد في هذا المضمار وهو برامج حاسوبية تستطيع استخلاص المصطلحات من النصوص، أي تدرج أي نص من النصوص كتاب مثلا، ويستطيع البرنامج الحاسوبي بمعايير معينة أن يستخلص من هذا الكتاب المصطلحات. هذا أحدث ما هو موجود من برامج في هذا المضمار. وهناك أيضا المعاجم الإلكترونية المتخصصة كما هو معلوم، سواء في أقراص أو في أجهزة مستقلة. هذا العمل تطور تطورا كبيرا. إذن هناك تطور في المستوى النظري، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل هنا، ولكن أريد أن أبين أن علم المصطلح يتميز أو ينقسم إلى قسمين، إلى قسم نظري بحث يبحث في الأسس النظرية والمبادئ الكبرى والقواعد التي تحكم هذا العلم، وله ارتباط شديد بعدة علوم، باللسانيات أساسا، وبعلم المنطق، وبعلم الوجود الأنطولوجيا، وبعلم التوثيق، وبالمعلوميات. هذه كلها علوم يتفاعل معها علم المصطلح.
وهناك الصناعة المصطلحية التي تروم تطبيق المبادئ والقواعد الموجودة في علم المصطلح، تطبيقها في كل عمل عملي في المصطلح، سواء ببناء المدونات المصطلحية أو المعاجم أو الموسوعات أو قواعد المصطلحات أو ما إلى ذلك. وهناك عدة اتجاهات داخل هذا العلم كما هو في كل العلوم، اتجاهات نظرية مختلفة لا أريد أن أثقل عليكم بحديث عن تفاصيلها. فهناك المقاربة اللسانية، وهناك المقاربة الفلسفية، وهناك المقاربة المنطقية والمقاربة الاجتماعية والمقاربة التواصلية. هذه كلها مقاربات تقع ضمن علم المصطلح، آخر ما ظهر منها هو المقاربة التواصلية التي تركز على البعد التواصلي في تناول المصطلح. إذن هذه تعريف بسيط لعلم المصطلح وللمكونات التي يتكون منها. بالإنجليزية terminology هي النظرية المصطلحية، وبالterminography الصناعة المصطلحية، وعلم المصطلح science des termes. هناك اقتراح للدكتور علي القاسمي يقترح المصطلحية تجمع بين علم المصطلح الذي خصه للجانب النظري والصناعة المصطلحية التي خصها للجانب التطبيقي، وقال بأن المصطلحية يمكن أن تجمع بين علم المصطلح وبين الصناعة المصطلحية. ولكن بحسب ما أقترح والله أعلم أن علم المصطلح هو الأشمل، لأنه علم ويتفرع عنه أمران: النظرية المصطلحية لأنها معنية بالجانب النظري، والصناعة المصطلحية لأنها معنية بالجانب الصناعي. الآن ما موقع الدراسة المصطلحية من هذا العلم بهذا الشكل؟ كما عرض أخي، الدراسة المصطلحية تتضمن جانبين: جانب تتضمن الجانب النظري الذي تذكر فيه أركان الدراسة المصطلحية كما سيعرض اليوم إن شاء الله، أركان الدراسة المصطلحية ومتطلبات الدراسة المصطلحية وموضوع الدراسة المصطلحية ومنهج الدراسة المصطلحية، فهذا الشق يندرج ضمن النظرية المصطلحية. وتتضمن الدراسة المصطلحية شقا تطبيقيا يتعلق بدراسة المصطلح وفق منهج معين، هذا الشق العملي يتعلق بالصناعة المصطلحية. يمكن أن نقول إن الدراسة المصطلحية تجمع بين شق نظري وبين شق عملي. فبهذا المعنى نستطيع أن نموقع الدراسة المصطلحية ضمن المجال الأكبر الذي هو علم المصطلح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.